حسن عيد عدى علينا من مدة طويلة. تاني يوم جبنا هدايا لبعض، حتى عجب جاب هدايا. بعد كده في البلد الأول كان عايز يشيل المنشار بتاعه عشان محدش يتقي، لكن عرف بعد كده ممكن يستعمله ايه الموبيليا. لحد ملا البلد كلها كراسي وترابيزات خشب، وكانت حلوة جدا، وبقى أحسن نجار في البلد. عايز خشب تاني. وأحسن حاجة في الموضوع إنهم أخيرا عرفوا كلهم معنى العيد الحقيقي، وكانوا يتكلموا عليه ويغنوا كمان عنه. فعلا ده كان أحسن عيد عدى علينا.